بونيتاج ايه الكليان صراحه بزاف تفاعلوا مع الفيديو ديال الخياطه. ان شاء الله نوريو اليوم كيفاش يطوقوا يدهم حيت ان شاء الله غدا السبت باش نحط لهم واحد الفيديو باش يبداو الطريقه يعني رسميه باش يبداو يركبوا واحد القفيطه يعني يبداو يلاقيو القفطان ديالهم ولا الجلابه ولا اللي غادي نوريه نوريهم بعدا كيفاش يطلقوا يدهم في الابره وبعدا قول لي واش خداو بعدا كيفاش اللوازم ديال الخياطه واش شراوهم واش جدوا راسهم ولا مازالين خلوا لك في الكومونتير ياك اييه ضروري حيت غدا ان شاء الله غادي نبدا معاه مباشره نبداو نركبوا هادشي مابغيتش نوريهم دابا كيفاش يركبوا حيت باقي يدهم ضروري في الابره غتكون باقا صعيبه عليهم شويه بغيت نوريهم غير دابا يعني يطلقوا يدهم في واحد القيطان اللي غادي نوريهم وهاد القيطان اخويا ابو ريتاج هذا يعني غتقول لي منين غادي ناخذو هذا اختي ناخذو اما عند مول الحرير راه كيبيعو ولا ناخذو غير عند شي خياط راه كيبقى لهم بحال هذا عند خياط راه كيكون عنده ما يدير به يعطيها لك اختي وتلقي فيه يدك شويه يعني تعلم فيه ريت ما ان تعلم فيه يعني ما غاتشريه ما والو الا بغيت زعما تشري هو يعني عند مول الحرير كيدير شي درهم ونص المتر ولكن عند الخياط اختي خذ عند الخياط لحدك شي خياط هو راه يعطيها لك يكون اصلا غير كيلوحو في الاخر كيشطو من البيصه راه كيلوحو نوريك واحد الطريقه اللي هي سهله باش تلاقي يدك اختي في هذا ديك الساعات ان شاء الله هذا اللي وريتكم المره الاولى اللي قلت لكم على الطواف بحال هكا المخطف راه قلت لكم يعني غديروها جنب هنا والبرا دائما كما وريتكم الشماع بحال هكا ضروري من هذا الشماع هذا السي العالمي دابا باش ما يتخبش لك الخيط وباش ما يتقطعش وباش هي واش ما يتخبلش اييه كيرجع لنا صحيح وباش تاف البرا ساعدكم دغيا كتدخل في البرا هذا خويا ابو ريتاج راك توريتهم انا عطوه هذا على جوج بحال هكا غير على جوج ومن بعد راه نوريك واش يديروا صايب حتى على ثلاثه يعني عطوه على جوج بحال هكا كيما وريتكم البرا يلاه دخل وصل صبعي رجع الفوق وتمشي معاه بحال هكا دابا اي طرف ديال التشوي عندك اختي في الدار اي طرف ديال التشوي عندك في الدار دابا هاد العمليه اللي كدير السي العالمي اش كتسمى هادي هادي التنشيبه تنشيبه كاين اللي كيقول لها التنشيبه وكاين اللي كيقول لها تيقولوا الباتي ياك دابا هذا خصني نطوي صحاب صحاب الرومي راه كيقولوا الباتي واقيلا تيقول اييه دابا هذا خصني نطوي على جوج بحال هكا وكنتمنى يعني تكونوا خديتو يعني المقياس ديالكم والحلقه والمخطاف وجدتوا هادشي حيت غدا ان شاء الله نوريكم مباشره كيفاش ديروا الخيط الطريقه سهله الطريقه اختي الثانيه غدير المخطاف هنا باش غنبدا ان شاء الله دابا غدير المخطاف هاد الجهه هادي على الركبه ديالك جاك رجلك حاضر دير شي كرسي افطى عليه بحال هكا شي كرسي صغيره على لك رجلك شويه ومن بعد غتجي اختي بحال هكا هنا غادي تشدي هاد القيطان هذا غير باش تلقي يدك شويه هذا اختي تلقي يدك راه ماشي غادي نستعملها شي فلاي انا غير تلقي يدك غير باش دول فيه البره حيت غدا ان شاء الله غادي نوريك مباشره كيفاش غتخيط غتشد اختي تشوف بحال هكا وغنمشي مع هاد القيطان هذا ضربه حدا ضربه هاهي كيما غادي نوريك اختي دابا هانتا دير المخطف ديالك في هاد القيطان هنا وغادي نمشي معاه باش غدا ان شاء الله انا نلوح لكم فيديو في مايك 8 وصلات 9 وفيه طريقه يعني كيفاش تخيطي مباشره هذا اختي كيما كتشوفي معايا الشده راه وريتها لكم يعني بحال هكا داك هنا ها وتشد هاد القيطان بحال هكا وكنمشي معاه شويه ضرب شويه في الثوب وواحد شويه في القيطان وكنمشي معاه طريقه سهله ما صعيبه ما والو غديروا اختي هاد العمليه هادي بحال هكا ان شاء الله اليوم وغدا وان شاء الله في الليل ماك 8 و 3 نحط لكم فيديو ان شاء الله نوريكم كيفاش تركبوا الكتيفات والقفيطه راهي فصلت القفطان ونوريكم كيفاش تركبوا الكتيفات ومن بعد ان شاء الله الكميمات حتى تكملوا البياسه ديالكم الطريقه اللي هي سهله وهاد القطعه علاش عطيتكم هاد القطعه حيت ساهل دغيا غنولفوا البره في يدكم يعني تقريبا ان شاء الله واحد 10 ايام تلقى راسك يعني كاد تقد يعني الخدمه ديالك والعماره الطريقه اللي هي سهله ما يطلبش منك بزاف ديال الوقت كما كتشوفوا معايا غدير اختي بحال هكا وكاجي متلوقه ما يمكنش ما والو دير يدك التوم تيري في يدك بحال هكا غير تراك كيجيو مقادين بحال هكا حاولي تقدي حتى الغرز ديال الخدمه كيجيو بحال هكا مقادين القطعه هو كيجي بحال هكا دابا غير باش تلقي اختي اي يوتيوب عندك في الدار يمكن لك تصايبي بحال هكا تلقي في يدك غدا ان شاء الله مباشره غنوريك كيفاش ديروا طيبوا هذه الخدمه هذه شكرا للسي العالمي شكرا والصحه والراحه.